الحمد لله، الحمد لله الذي فضل بعضكم على بعض في الرزق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. ابن آدم، كيف عصيت مولاك وخالق لك ورازق؟ أما سمعت أن على متن جهنم صراطا أدق من الشعرة وأحد من الصيف، له كلاليب تخطف الكافر والفاسق. فافزع إلى الله عاجلا بالتوبة والاستغفار. هذا وقد ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العرق يوم القيامة ليذهبن في الأرض 70 ذراعا، وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس وآذانهم. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: عش ما عشت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك محارقه، واعمل ما شئت فإنك تجزى به. جعلني الله وإياكم ممن شملته برحمته العناية، ووفقنا أجمعين لسلوك سبل الهداية برحمته، وهو أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغابا لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، سيد الخلائق والبشر. قال الله تعالى في شأن حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد إمام الحرمين وصاحب الهجرتين وعلى آل محمد. فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما، خصوصا منهم الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الكريم، وعلى سائر أهل البيت والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر.